تعرف ان من اكتر المشاكل اللي بتجيلنا في العياده هي مشكله ثبات الوزن؟ الحقني يا دكتور، انا وزني ثابت بقاله شهر. احنا لازم نفرق كويس قوي ما بين ثبات الوزن الطبيعي والثبات نتيجه لسبب ما. الثبات الطبيعي ده بيحصل ليه؟ بيحصل لان الجسم بيفقد جزء كبير من الدهون في فتره قصيره، غالبا بيحصل الثبات ده بعد اول شهرين من الجراحه. ده ثبات طبيعي خالص، الجسم بيستعيد فيه قدرته على الحرق بشكل جيد جدا، كمان بيعيد توزيع الدهون على باقي اجزاء الجسم. علشان كده المريض لازم يكون عارف ان الثبات ده ممكن يكون ثبات طبيعي، ووارد جدا يكون ثبات نتيجه تقصير المريض، تقصيره بقى في شرب الميه، تقصيره في انه ياخد الفيتامينات والبروتين المكمل بعد الجراحه، تقصيره في لعب الرياضه. لازم تبقى عارف ان العمليه دي دايره مكتمله، لو شلنا جزء منها يبقى الدايره مش هتكتمل والعملية مش هتتم بنجاح.